ولمزيد حول تقادم الأحزاب الفاسدة في ظل شعارات مكافحة الفساد التي ترفعها خلال المواسم الانتخابية، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أهلا بك سيد مظفر معنا. يعني من جديد بدأ الحديث عن محاربة الفساد بالتزامن مع بدء الحملات الانتخابية لمجالس المحافظات، هل بات الحديث عن مكافحة الفساد موسميا؟ تفضل أستاذ مظفر. مساء الخير، مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدين الكرام. أهلاً. مساء الخير والمحبة لأحرار فلسطين الذين يسطرون أحلى الملاحم في مقاومة العدو. بالحقيقة على سؤالك، الحديث عن الفساد أصبح نكتة بالنسبة للعراقيين، أصبح شيء يعني موضوع على الرف، حال إصلاح الكهرباء، إيصال الماء، تبليط الشوارع، تغطية الشوارع بالسبيس، أصبح ملازم إلها القضاء على الفساد ومحاربة الفساد. لما يجي وقت الانتخابات ويجي وقت المجالس الانتخابية، المجالس النيابية وانتخابات محافظات، يجيبونها من الرف ويحجون بالفساد، والجميع يعرف 40 مليون نسمة داخل العراق، ملايين الناس من برا العراق شافوا نور زهير وغير نور زهير وأبطال الرشاوي والفساد طليقين، وهيثم الجمهوري طليق، غير طليق، كل أساطين الفساد طليقين أحرار، بالعكس بدأوا يرجعون إلى السلطة ويرجعون إلى المناصب. هذه نكتة يسولفون بها جماعة الانتخابات. نعم أستاذ مظفر، يعني هذه المجالس التي يتصارع شركاء العملية السياسية عليها، ألم تكن بابا في حد ذاتها للفساد؟ طالب ثوار تشرين بحلها وهو ما كان. إذن بما تفسر هذا الصراع المستعر بين الأحزاب عليها الآن؟ طبعا، لأنه هي أيام تشرين يعني كانت واضحة للعيان مثل الشمس أنه باب من أبواب الفساد وباب من أبواب هدر المليارات. وإلغائها أيام ثورة تشرين المباركة كان امتصاص غضبة الشعب اللي طلع بالشوارع ينادي بإسقاط الحكومة وإسقاط النظام. لكن هي الحالة الشاذة اللي موجودة بالعراق الآن، أن هناك ثروة تطلع من باطن الأرض اسمها نفط. النفط يباع بمليارات الدولارات، مليارات الدولارات تتراكم في خزينة الدولة، في الدول الاعتيادية، الدول الطبيعية. هذه المليارات اللي تجي من ثروات البلد مو مشاعة إلى الناس، إلى الفاسدين، إلى السياسيين أن يأخذوه ويتقاسموهم وأحزابهم. هذه تعمر بها البلدان، تبلط بها الشوارع، تقام بها الجامعات، تبنى بها المدارس. بالعراق ماكو بناء، ماكو انشاء، ماكو، ديفشلون في تبليط شارع واحد. لذلك هم كل قناعتهم انه هذه المليارات المكدسه لازم اكو احزاب واكو ناس متنفذه تتقاسمها وتتصارع عليها تحت مسمى رسمي هو محاربه الفساد وخدمه الشعب العراقي. طيب، هذه المجالس التي أعادها السوداني سيد مظفر، يقول مع هذا المركز العربي في واشنطن عن العام الذي أدار فيه الحكومة بأنه متخم بالإخفاقات. سؤالي إليك هنا، هل ينتظر من السوداني وحكومته وشركائه في الإطار التنسيقي أن يقدموا للعراق أكثر من الحكومات السابقة التي قدمت فشلها؟ هي اصبحت ظاهره للناس، يعني شيء بين للناس انه كل حكومه اللي تيجي أسوأ من اللي قبلها. هذه الحكومه اللي وصلت عن طريق محاصصه، وصلت عن طريق كعكه لك وكعكه لي، تقاسم الكعكه. الاحزاب اللي وصلت هذول الناس الى الحكم هم يعرفون انه ما راح يقدر يقدم شيء، كلهم ملتزمين. الأحزاب ما يهمها أنه هذه الحكومة راح تقدم شيء للشعب أو تقدم فائدة للشعب، اللي يهمهم أنه شقد راح يدخل لهم، شقد راح تدخل لهم فلوس، شقد راح تدخل لهم ملايين، شلون راح يسكتون هذه الميليشيات التابعة لهم، وشلون يغذوها، وشلون يكبرون صفقاتهم اللي بيناتهم. هذا اللي يهمهم، ما راح يقدمون شيء للشعب، ولا هم بيهم أنه يقدمون شيء للشعب. هم ملتين بهذه الدوامه مع المحاصصه، والمحاصصه وصلت الى عوائلهم الداخليه ايضا. نعم. استاذ مظفر، سؤالي الاخير اليك الان، يعني الشارع العراقي طالب استاذ مظفر من يتحدث عن محاربه الفساد، طلب منهم ان يكشفوا الفاسدين، وهو ما ردت عليه اللجنه القانونيه النيابيه بان العراق ملزم بعدم بث محاكمه الفاسدين علنا.
بما تفسر مثل هذا التبرير؟ والله أنا يعني أفسر هذا التبرير أنه هي هذه اللجنة النيابية هي بالأصل نتاج من برلمان فشل أنه ينال 12% من موافقة الشعب العراقي. الشعب العراقي قاطع الانتخابات وهذول يجوي في غفلة من الزمن. أما هم يتحدثون عنه أنه هم ملزمين أمامهم، من اللي يلزمهم؟ وهم يتحدثون أنهم هم دولة وعندهم سيادة وعندهم هيبة دولة وعندهم قانون، ملزمين قدام منه؟ من اللي مدى يسمح أنه يفضحون الفاسدين ويفضحون المرتشين ويفضحون اللي يسرق أموال الدولة؟ هم ملزمين أمام الآخرين أنه يغطون إلى الفاسدين وإلى الحرامية وإلى اللصوص حتى في يوم ما يغطى لهم، غطي لي وأغطي لك. هذا اللي هم ماشيين عليه، ولا هم ملزمين قدام منه؟ من اللي يقدر يعني يقول لهم أنه لا تطلعون السرقات والفساد وغيره وغيره؟ من مستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.